دكتور جوسلين صباح الخير وشكرا لتلبيتك دعوة برنامج صباح النور. يعني كنا معتادين أنه النوم لمدة 8 ساعات هو الأنسب، اليوم يبدو أن الفترة أصبحت 7 ساعات حسب دراسة كامبريدج، كيف تفسرين ذلك؟ أول شيء صباح الخير وشكرا على الاستضافة، وأنا بدي أقول أنه أنا كمان اختصاصية باضطرابات النوم، وكل اضطرابات النوم اللي لها علاقة بالجهاز التنفسي وغير الجهاز التنفسي. نعم. وقت النوم هو بيختلف من شخص لشخص وبيختلف من عمر لعمر. بالمبدأ نحن إذا بدنا نحكي كمعدل وسطي، حاجتنا نحن للنوم هو 7 ساعات، ولكن أكيد هذا الرقم منه ثابت عند كل الأشخاص. إذا بدنا نحكي بطريقة نظرية، هو معدل النوم الضروري للجسم هو المعدل الكافي لحتى نصحى من النوم من دون ما يكون عندنا عوارض نقص النوم. فمن هون في بعض الأشخاص بيحتاجوا 8 ساعات، في بعض الأشخاص بيحتاجوا 10 ساعات، في بعض الأشخاص بيحتاجوا 6، وفي بعض الأشخاص 7، ولكن المعدل الوسطي نعم هو 7، على شرط انه الشخص لما يوعى الصبح يوعى يحس انه السليب تبعه او النوم تبعه كان ريفرشنج وكان كافي وكان شبعان نوم. هيدا هو النقطه الاساسيه بموضوع معدل الساعات. يعني تقصدين دكتوره ساسين انه النوم ايضا يتاثر بالطاقه التي صرفناها، بالامور التي قمنا فيها قبل يوم، بالحركه الجسديه، لذلك نحن بحاجه حتى نستريح، يعني بحاجه الى كميه نوم حتى نعوض يعني عن التعب، صحيح؟ بدي اقول انه النوم هو عمليه حيويه للجسم، مثله مثل يعني عمليه الاكل والشرب. يعني نحن ما بنقدر نعيش من دون ما ناكل وما نشرب، كمان ما بنقدر نعيش اذا ما كان عندنا نوم سليم وكميه نوم كافيه، والا الجسم رح يصاب بامراض ورح يصاب بعوارض. ومن اهم عوارض نقص النوم هي انه لما نوعى الصبح بنوعى مع جسم تعبان، مع ألم بالرأس، نوعى بالشبعان النوم، بصير عندنا نسيان اكثر، الذاكره بتتاثر، التركيز بيتاثر، العصبية تبع الجسم، يعني الإنسان قدرة التحمل تبعه والتوتر كمان بتتغير. كل هول إذا كان عنا ياهم تاني يوم، هيدا أكبر دليل على أنه نحن ما كان عنا نوم سليم أو عدد ساعات نوم كافية. نعم. دكتورة ساسين، كيف تختلف حاجة الجسم إلى النوم بحسب المراحل العمرية؟ سؤال كثير مهم. نحن بتختلف من وقت لمنخلق البيبي، يعني الرضيع اول ما يخلق بحاجه ل 18 ساعة نوم، اكيد بيتقسموا لمراحل، يعني كل 3 ساعات او 4 ساعات بيصحى بياخذ حاجاته من النوم والامور الاخرى وبيرجع بينام. بتصير تقل هالعدد الساعات ليصير الولد يروح على اذا بدك المدرسه او على دور الحضانه، بتصير عدد الساعات تقريبا 10 ل 13 ساعة، وبعدين بتصير بمرحلة المراهقة 8 ل 10 ساعات، وبسن البلوغ بتصير تقريبا كمان تختلف من شخص لشخص قلنا من 7 ل 9 ساعات. وكل ما كبرنا بالعمر كل ما اذا بدك السليب سايكل، يعني دورة النوم بتصير اقصر، يعني بتصير تقريبا 6 ساعات و5 ساعات. بنشوف نحن اذا عندنا بالبيت تيتا او جدو، بنشوف انه بيوعوا بكير على الساعه 4 الصبح او على الساعه 5 الصبح. هيدا الشيء بيرجع اكيد كمان لدورة النوم اللي بتتاثر بعده امور، بتتاثر بالهرمونات، بتتاثر بنسبه الكورتيزون، كلهم هدول اللي بيختلفوا مع العمر، وبتتاثر اكيد بالنظر. نحن كل ما كبرنا نظرنا بيتاثر بالضوء اقل، ونحن بنعرف انه عمليه النوم هي صحيح، يعني هي حاجه للجسم، ولكن كمان بتتاثر بالساعه البيولوجيه، والساعه البيولوجيه بتتاثر بالعوامل الخارجيه اللي حوالينا واساسا الضوء. فمع العمر نحن اكيد نتاثر بالضوء اكثر، والعمليه البيولوجيه الساعه البيولوجيه بتتاثر كمان بطريقه مختلفه، مشان هيك بخفوا عدد ساعات النوم مع العمر. اكيد كنت ذكرتي البعض منا، لكن اريد التشديد على اهميه النوم السليم على الصحه الجسديه والعقليه، وبالتالي ماذا نخسر اذا لا ننام بطريقه صحيه؟ صحيح.
كثير مهم مثل ما قلت انه النوم، انا قلت انه اذا ما بننام ساعات كافيه او اذا ما بننام نوم سليم. شو يعني اذا ما بننام نوم سليم؟ يعني اذا في امراض عم تاثر على النوم، الامراض اللي بتاثر على النوم مثل السليب ابنيا او الاختناق الليلي، هيدي كمان كثير بتخلي الانسان يكون عنده نوم متقطع وثاني يوم بيكون بيوعى كانه عنده نقص نوم. وفي مشاكل صحيه ثانيه مثل مشاكل بتصيب المفاصل باوجاع، الروماتيزم، الام الظهر، الام الراس، الام الرقبه، كل هدول بياثروا على عمليه النوم وعلى عاده ساعات النوم. ومشان هيك الشخص ثاني يوم بيوعى عنده هالعوارض اللي حكينا عنهم، الام بالراس، ضعف بالذاكره، نسيان، توتر. واهم شغله بدنا نقولها انه الاشخاص عندهم الاحتمال كثير كبير اللي عم بيسوقوا انه يصير عندهم يتغلب عليهم النعس انه عم بيسوقوا ويعملوا حوادث تعرض لهم حياتهم للخطر وحياة الناس اللي كمان بيكونوا على الطريق أو بيكونوا بسياراتهم. مشان هيك عملية النوم هي عملية حيوية من كل جوانبها إذا بدنا ناخدها. نعم، عم نحكي عن قصر النوم. ماذا إذا نمنا كثيرا؟ نمنا لعشر ساعات، لاثناشر ساعة، أليس هذا أيضا مؤشر إلى مشاكل؟ إضافة كما ذكرت هناك مشاكل جسدية، لكن أيضا هناك مشاكل نفسية، ربما النوم يكون مثل ما بيقولوا الإنذار الأول لها، مثل اضطرابات القلق أو حتى اضطرابات الاكتئاب وغيرها. 100% المشاكل النفسية كمان بتأثر على النوم بشكل كتير كبير، بشكل كتير أساسي، وبتختلف منها بيكون له علاقة بالانكزايتي أو القلق والتوتر، أو بيكون له علاقة بالكآبة والديبرشن. ولما يكون عندنا كآبة وديبرشن هون بصير في عندنا نوم أكثر، الشخص بيلجأ للنوم أكثر. وفي امراض ثانيه بنقولها ناركوليبسي، هلا ما بعرف كيف بيفسروها بالعربي، ولكن هيدي بيصابوا فيها اكثر المراهقين وال يعني منهم كثير كبار بالعمر، يعني بين عمر ال 16 وال 17 وال 20 سنه بنكتشف هالمشكله كثير عند الاولاد. بيجوا من المدرسه دغري نعسانين بدهم يناموا، اذا بالليل نومهم ما بيكون كثير سليم ولكن بيناموا اكثر بالنهار. بنقول انه عن الولد هي خيشه حلو يعني قد ايه بينام، ولكن هون اوقات بتكون هيدي في مخبيه مشكله كثير كبيره ممكن تاثر على اذا بدك دراسته للولد وعلى انتاجيته بالمدرسه وبغير نشاطات. مشان هيك لازم ننتبه لهالمشكله ونستشير الطبيب المختص وناخذ العلاج المناسب تنتفادى المشاكل لبعدين. يعني كما يظهر هناك العديد من الامراض والاضطرابات يعني متاثره او تؤثر على النوم، وهذا امر يمكن بغايه الاهميه. وهنا دكتور ساسين السؤال لك، البعض يلجأ يعني إلى الحبوب المنومة حتى يساهم يعني بوصوله إلى نوم طبيعي. ما الفرق بين استخدام هذه الحبوب بطريقة مدروسة أو غير مدروسة؟ وهي بطبيعة الحال هل الحبوب المنومة مساعدة لإتمام عملية النوم؟ شكرا على السؤال. بدي اقول هون مساج او رساله كثير مهمه بدنا نقولها، انه يجب ان لا نتناول الحبوب المنومه بطريقه عشوائيه، لانه مثل ما قلت انه لما يكون عندنا مشاكل واضطرابات بالنوم هذا بدنا نعتبره مرض مثل حيلا مرض. نحن دائما لما بدنا نعالج المشكله بنعالج سبب المشكله، السبب وراء اضطرابات النوم. لما نكتشفه بنعالج السبب وبالتالي ما بيقعد عندنا اضطرابات نوم. ولكن لما نتناول الحبوب المنومه نحن بس عم نعالج العوارض نقص النوم او عوارض الارق والقلق بالليل من دون ما نكون عم نعالج السبب. ومشان هيك الاشخاص بيصيروا يتناولوا الحبوب بشكل مفرط وبصير عندهم نوع من الادمان. مشان هيك ضروري هالرساله توصل اليوم انه نحن المرض يصاب بامراض مثله مثل حيلا عضو بالجسم، وفي اطباء متخصصين بهالمجال لازم نلجا لهم يشخصوا السبب الاساسي وراء هالاضطراب ونعالج السبب الاساسي من دون ما نضطر يعني دائما للحبوب المنومه اللي تسبب الادمان اذا استعملناها بطريقه غير صحيحه. نعم، دكتور ياسين كنت ذكرتي انه كبار السن بطبيعه الحال حسب فئتهم العمريه يبداوا بالاستيقاظ باكرا، لكن نلاحظ ان كبار السن غالبا ما ينامون خلال النهار، يشعرون بالتعب، اذا هل هذه الساعات هي كافيه ام هناك يعني اضطراب معين ايضا يجب الانتباه له؟ كمان سؤال كثير حلو. الكبار بالعمر اجمالا بيناموا بخلال النهار مش لانه عندهم نقص نوم، بيناموا لانه نحن كبار العمر ببطلوا يشتغلوا، ببطل عندهم كثير حركه خلال النهار، وهذا بخليهم يصابوا اذا بدك بالملل، وهالملل بخليهم
يلجأوا للنوم أكثر ما أنه لأنه عدد الساعات ما بتكون كافية. يعني الأسباب بتعود لأمور أخرى أكثر ما أنه لنقص النوم. لا، عادة النوم بيكون كافي، وخصوصا أنه كبار السن ما بيقعدوا بحاجة كمان لعدد كتير، لأنه هم حتى خلال النهار ما بيقعدوا يتعبوا مثل وقت كانوا بعمر متوسط العمر أو بعمر كتير صغير. نعم، سؤالي الأخير، متى يجب، يعني الآن المشاهدين يتابعونا وربما الكثير منا مثلا يستيقظ خلال الليل، ينام لي كم ساعة يستيقظ ثم ننام من جديد، متى يجب خلص أن نقول أنه لدينا بعض الاضطرابات ويجب استشارة اختصاصي بأي حالات؟ لنختم هذا اللقاء دكتورة ساسين. رح بدي اقول شغلتين. اول شيء، لما اضطرابات النوم تتكرر على مده وتستمر على مده شهر، هون ضروري نستشير الطبيب. والمساج الثاني اللي بدي اقوله، رساله كثير مهمه للمرافقين يلي هن اذا بدك بعمر بيحبوا كثير يسهروا وما بيقعدوا يحترموا عمليه النوم بعدد الساعات وباوقات اللي لازم يفوتوا يناموا فيها، بيفكروا انه نحن اذا سهرنا مع عليه بكره بالويك اند بنعوض. انا بدي اقول انه الجسم ما بيقدر يعوض، ولما نبلش يعني ما نحترم ساعات النوم تبعولنا، الساعه البيولوجيه بدت تصاب بمرض، ولما الساعه البيولوجيه تصاب بمرض هون بتبلش المشاكل وبصير عندنا صعوبه وبدنا وقت كثير حتى نحلها مع المراهقين. واهم شيء تفادوا القعده على التليفون كثير، لانه الضوء المنبعث من التليفون بياثر على عمليه النوم بشكل كثير كبير. الاختصاصية في الأمراض الرئوية واضطرابات النوم الدكتورة جوسلين ساسين، شكرا جزيلا لك، شكرا على هذه المشاركة القيمة.